بيته مش نازل ما بتعمته ومسجد تكسف فقر زياد ومسجد تكسف فقر زياد اسم ايت يوسف الحسين عضو المجلس الوطني للثانوية التأهيلي. طبعا المسيرة اليوم تأتي لتقديم رسالة قوية للحكومة. هذه الرسالة تفيد أننا نرفض كل ما تم التوصل إليه. لماذا؟ لأنه لا يرقى إلى مستوى مطالبنا. أول مطلب طرحناه هو الإسقاط التام للنظام الأساسي 23/28/19. ما معنى إسقاط؟ هو تعديل جميع المواد وبالتالي سحبه واستبداله بمرسوم جديد يشرك فيه المعنيون وهم الأساتذة في جميع الأسلاك وجميع الفئات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هذه المسيرة تأتي للرد على واحد السلوك دارته اللجنة الوزارية وهو أنه فتحوا معنا حوار كتنسيقية وطنية للثانوي والتأهيلي وعقدنا معهم لقاء أول ودرنا مرافعة على المطالب الأساسية ديالنا واتفقوا معنا على أساس أننا غنرجعوا اليوم الغد باش نكملوا النقاش في هذيك المطالب، وبالتالي كانت عندنا مجموعة من التفاصيل حول المطالب ديالنا. وإذا به الحكومة تتنكر لهذا الحوار، وبالتالي رفضنا بل منعنا من الحضور لجلسة الحوار الثانية. وهذا كيسجل بأن الوزارة ليست جادة فيما تسعى إليه. وبالتالي كاين نوع من المناورة ضد طبعا الثانوي والتأهيلي وضد بالنسبة للتلاميذ. رفعنا شعار عذرا عذرا أيها التلميذ. لقد أجبرونا على التصعيد. كان بالإمكان الوزارة أن تدارك الموقف مباشرة بعد المسيرة 5 أكتوبر، لكن الوزارة تبعت النهج ديال التسويف وديال المماطلة وتتعتقد بأنه الأساتذة غيفقدوا الأمل وأنهم غادي يتنازلوا على المطالب ديالهم. فنحن أصحاب حق وأصحاب قضية، وبالتالي الهدر الزمن المدرسي الوزارة هي المعنية الأولى في تحمل المسؤولية في هذا الهدر. لماذا؟ لأن اللي هبط هذا النظام الأساسي ماشي من الأساتذة وإنما هو الوزارة. حنا كنا كنشتغلوا في النظام الأساسي ديال 2003 وكنا تنقولوا صامدين على الوضع اللي كنا فيه، وإذا به الوزارة كتجيب واحد النظام أساسي اللي هو مجحف واللي هو يجهز على باقي المكتسبات. من ضمن المكتسبات اللي كاينة على الأساتذة هو الوظيفة العمومية. النظام الأساسي الحالي تيكرس القطاع الخاص، كيكرس الهشاشة في التعليم، لذلك الأساتذة هم ذلك الحصن المنيع الذي سيتصدى لهذا المخطط. لهذا ندعو الوزارة إلى فتح مجال الحوار ونستأنفه بكل شجاعة وندقق في جميع المطالب التي تهمنا. احنا طلبنا أن الساعات ما سمي بالساعات التضامنية أنها تحذف، وإذا به اليوم كيقول لك غادي نشوفوا واش غتحذف ولا ما تحذف شيء، غادي نديروا دراسة ونبقاو حنا دائما في تسويف المماطلة. هم ينهجون نهج التسويف والمماطلة، نحن ننهج نهج التهديف والمنازلة. إذن الكرة في مرمى الحكومة. حنا بينا على حسن النية لأن جينا للحوار، ولكن الوزارة عندها موقف تنقل، عندها موقف ديال الرفض من التنسيقيات، وبالتالي لا حل إلا بإشراك هذه التنسيقيات. وتحية نضالية عالية لكل الصامدات والصامدين من أجل الكرامة، من أجل الحرية، من أجل العدالة الأجرية.